إطار المتابعة للإجراءات اللي تقوم بها وزارة الفلاحة لحماية قطيع الماشية والأبقار للحد من مرض الحمى القلاعية اللي أصابت بعض الأبقار، تعرض الفريق الصحفي لقناة نسمة للمنع من قبل أعوان الحرس الوطني ببور السدرية، وهي بصدد تصوير ومتابعة عملية تعقيم الإطارات المطاطية للسيارات والشاحنات وطالب بترخيص. بعد تسجيل إصابات بالحمى القلاعية في قطيع الأبقار في عدة جهات على غرار نابل وبنزرت وسيدي بوزيد وجندوبة، اتخذت وزارة الفلاحة جملة من الإجراءات العملية، منها رفع مستوى التغطية الصحية والمناعة وتقليص إمكانية تفشي العدوى من البؤر وتعقيم إطارات الشاحنات للحد من انتشارها. احنا قاعدين لنا معناها نقوموا بعمليات تطهير وتعقيم الشاحنات، الإطارات نتاع الشاحنات بمادة مطهرة، معناها للشاحنات اللي جاية الكل من ولاية نابل وداخلة لولاية بن عروس. احنا في ولاية بن عروس بدينا من نهار الخميس واحد غرلة ماي، انطلقنا في العمل، وصلنا السبت والحد، لحد الآن وصلنا قرابة 2000 رأس. الهدف نتاعو هو حماية الحيوانات نتاعنا، سورتو القطعان نتاع الأبقار في ولاية بن عروس لتفادي مخاطر المرض هذا. هذا وأكد هشام بوزغيه مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة أن مرض الحمى القلاعية مرض معدي لدى الحيوانات وليس له أي تأثير على صحة الإنسان والمستهلك، وأن المرض له انعكاسات اقتصادية. كما أكد بوزغيه أن مرض الحمى القلاعية إلى حد هذه الساعة تم محاصرته السيطرة عليه، وتم تسجيل 68 إصابة في ظرف أسبوعين إلى جانب حصر 13 بؤرة للمرض. هي فعلا محصورة المرضى، وكيف نقول 80% معناتها المرضى ما ظهرتش بوجه وبائي، لأنه الحمى القلاعية مرض وبائي عند الحيوان، يعني كيف يظهر يعطينا الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الحيوانات المصابة. احنا حتى التوى نعدو فيهم معناتها بالواحد وباثنين، معناتها هذا التوى عندنا 68 بقرة أصيبت في ظرف أسبوعين، معناتها ماهيش عشرات الآلاف نتاع الحيوانات المصابة، ومعناتها فعلا الموضوع محصور، يعني فما سيطرة، والسيطرة هذه كانت ممكنة على خاطر فعلا الناس انخرطت في الحملة الوطنية للتلقيح اللي صارت. ما شفناش عدد بؤر كبير، معناتها عدد بؤر يتحسب على صوابع كما قلت لك، معناتها تقريبا 13 بؤرة حتى التوا، معناتها عندنا نابل، بنزرت، جندوبة، سيدي بوزيد، فما اشتباهات صارت ظهروا معناتها نتائجهم سلبية.